عندي تحدي لك وامام الشهود. النجم كان في مروان راح يتكتك بالطابور حول هاي الطائرة الصفراء بدون ما يوقعها. شنو الخسارة؟ يوقعها. إذا تخسر شو تسوي؟ لازم أنت تشتري من عندك. هالشيء تريده من عندك. إيش؟ إيش قد؟ 500. غني. مروان شو تبي من عندك؟ يطبخ؟ عندك بالمطعم؟ دوم. يطبخ دوم؟ يلا أنا ما أطلب من عندك شيء. يلا سويه تبدي. بس ما توقع أبد. والله نحاول احنا. لا انت وعدتني. خلي انت بعد. دير بالك. شو تقول مروان راح يطبخ ولا ما يطبخ؟ انفتح القطار انا خايف على القطار. كمل. لا مو لهالدرجة. هاي انت تحت القطار كل شيء راح ادوس عليها واوقع. والله كمل. حلو. شجعوه. لا حبيبي كابتن انت راح تطبخ. قول اطبخ واغني بس راح تغني. هذا عذر تعتبره عذر؟ انا اعتبره لا مو عذر بس هو لان انفراد